تنطلق صباح يوم غد الأربعاء أعمال مؤتمر نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية الذي يقيمه مجلس الشورى برعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والذي ينعقد في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة المجتمعية وبما يحقق التطلعات التشريعية التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين. وينعقد المؤتمر بمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين بمختلف الجهات الحكومية والخاصة. وللحديث أكثر حول هذا المؤتمر وأهدافه معنا على الهاتف رئيسة المؤتمر سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية، ما هي أهداف مؤتمر نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية، وما هي أبرز الموضوعات المطروحة؟ بالنسبة لهذا المؤتمر، احنا استهدفنا انه يجمع عدد من المؤسسات الدستورية التنفيذية والقضائية والرسمية، وفتحنا باب التسجيل الأفراد من المواطنين للتشارك معنا بفئات عمرية مختلفة. وهذا المؤتمر يستهدف ان راح نعقد جلسة افتتاحية تضم عدد من الموضوعات ذات الأولوية في قطاعات هامة حتى يضعها أعضاء السلطة التشريعية ويستعد لها كمنهاج عمل للفترة المقبلة، نرتكن فيها يعني إلى مسألة الموائمة والملائمة ما بين التطلعات والقدرة على التنفيذ، سواء من ناحية وفرة الموارد المالية وكذلك الكوادر البشرية القائمة على التنفيذ. وحرصنا صراحة على فتح باب المشاركة، وحققنا تقريبا 295 مشارك من المواطنين، ونتيجة لكثرة أيضا التسجيل فتحنا الآن باب المشاركة في أعمال المؤتمر عن بعد من خلال إن شاء الله بث مباشر راح نوفره يتم الاطلاع عليه على سير أعمال المؤتمر بشكل مباشر. عندنا 4 متحدثين رئيسيين اللي هم الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية، والأستاذة هالة الأنصاري وعضو المجلس الاتحادي الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة النائب خالد بن زايد، والنائب علاء عابد من جمهورية مصر العربية عضو مجلس الشعب. وأردنا أن احنا نأخذ البعد الوطني ومن ثم أيضا الخليجي والعربي في هذا الشأن. المحاور الرئيسية اللي احنا مركزين عليها هي الميزانية العامة للدولة، ثاني محور التوازن المالي، الثالث اللي هو سوق العمل والمؤسسات الوطنية الصغيرة، الرابع محور اللي هو الخدمات الحكومية، والخامس محور التعليم، والسادس الصحة، والمحور السابع التوازن بين الجنسين. راح نشتغل في كورش عمل متوازية تعمل في آن واحد. تجتمع هذه الورش على أساس مناقشة ما هي المشاكل الآن المطروحة، ما هي التطلعات في ذات الوقت وآليات حلها، وراح ننتهي إن شاء الله إن إحنا نضع عدد من التوصيات ونعمل إن شاء الله على تنفيذ هذه التوصيات لاحقا. يأخذ فيها المشرع يعني في هذا الجانب ما هي التوصيات التي راح تحتاج منا سن تشريعات جديدة أو تعديل القائم من التشريعات، مراجعة القرارات، أيضا تطوير الخدمات الإلكترونية. شكرا جزيلا. سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.